بعد خروج نعم الاسرائيليين من غزه. نعم. هنعمل مين هيدير غزه؟ نعم. تعرف ان بيرنز جاء قبل كده المره اللي فاتت، نعم، وقابل سياده الرئيس السيسي، نعم، وطلب منه ان مصر تدير غزه، نعم، في فتره الترانزيشنال بيديو، نعم، فتره انتقاليه، نعم، وان امريكا هتدفع تكاليف كبيره جدا فلوس، وهتدي معدات كتيره تساوي مش عايز اقول قد ايه. انت تمام؟ سياده الرئيس رفض. 10 من 10. نعم. اللي يسيطر على غزه يا احمد بعد خروج الاسرائيليه هي السلطه الفلسطينيه. نعم. خلاص؟ ولكن هم معلش بقى لهم حته كويسه. عايزين يعملوا انتخابات في مين الضفه. مين ليهم حته كويسه؟ مين ايه؟ مين ليهم حته كويسه؟ يعني الفكره دي مش وحشه. اللي هي لازم اللي تتعمل انتخابات. احنا اول ناس اطرحناها من سنتين. كويس. وقلنا وعدنا نجيب ده ونجيب ده ونقعدهم. وهنعمل انتخابات. كويس. لازم تتعمل انتخابات. ضفه وغزه. الفترة دي بقى اللي هيتعمل فيها الانتخابات اللي هي الفترة الانتقالية، من سيدير البلاد؟ نعم. عشان كده بيتقال هيوضع حكومة تكنوقراط. نعم. للموضوع ده. نعم. ثم الخمسة وضع أساس الحكومة الفلسطينية عشان تسيطر على غزة. كويس. هنا هتبقى مشكلة. نعم. حماس فين هنا؟ الله ينور عليك. ده إيه ده؟ بسم الله ما شاء الله. فين حماس؟ هنا دي مشكلة كبيرة. اللي هتقف في هذا الموضوع الكلام اللي بيتقال من وجهة نظر الأمريكان إن حماس ممكن تقلب إلى حزب سياسي. هل حماس هتقبل؟ ما أعتقدش. ليه؟ عايز السلطة؟ عايز يدير؟ طبعا. وإن هديتك لكن أنا بقول لك أنا بقول لك لا مش هتقبل. لكن أنا لو ما أطرحه أقبل. مش دي حماس هتبقى حزب سياسي؟ طب انا اعمل بكره مش حماس اعمل عبد البديع مجموعه تانية. فين المشكله؟ يعني هي الانسان لازم يكون طيب سياسي. الاهم النهارده هنا كنت بتكلم عن الدكتور عبد المنعم سيد امبارح كده، احكم ولا عندي مصلحه شعب مشرد بيتقتل؟ ايه هم ادور على ايه؟ لا الشعب. الشعب لازم. وهنا بقى ايه تبقى حماس عندها المرونه. زي ما قلت لك. نعم. اقبل ابقى حزب سياسي واخش التاريخ ان انا عملت اكبر عمليه عسكريه ضد الغاصب الاسرائيلي وابقى انا هم اللي حركوا القضيه. هو الاعتراف الوحيد منظمه التحرير هو الممثل الشرعي بس. طيب هم في كلام النهارده على ينضموا في منظمه التحرير، ولكن هم بيقولوا لنا شروط او لنا مش عارف ايه. هم هينضموا ازاي بقى؟ هينضموا في اطار حزب. انت فاهم؟ واحنا عايزين نقول ايه يا احمد؟ انت عملت جهد كبير. نعم. هي القضيه الفلسطينيه لولا ما حدث في 7 اكتوبر كان حد داري بيها كانت هتفضل نايمه. نعم. وهيجي اخونا ترامب حبيبنا. نعم. انا بحب ترامب طبعا. لو جه ترامب بس طبعا اكتر واحد ضيع القضيه الفلسطينيه. نعم. هيقول لك مفيش دولتين، دوله واحده، صفقه القرن، انسى الفلسطينيين، خش عيشوا مع اليهود ودوله واحده. فدي فرصتنا دلوقتي كفلسطينيين. يعني من هنا لحد الانتخابات اللي قبل الانتخابات ممكن في دولة؟ طبعا ده لازم. اللي ما اتعملش في 40 سنة اللي فاتت يتعمل دلوقتي لان في 30,000 استشهدوا وفي 60,000 جريح ودولة اتدمرت بالكامل. ده تمن. اسماعيل هنية طالع من شوية بيقول لك ما فيش شيء الا لو اسرائيل انسحبت بالكامل. قال كده من شوية. قال تصريحات. ما ده رئيس مكتب السياسي. سيبك من الناس اللي قاعدة في التكييف وفي قطر، شوف الناس الغلابة زي ما انت قلت. شوف الناس الغلابة، الواحد بيبص كلهم في التلفزيون والله بيتغم لما يشوف المنظر. شفت المطر والاولاد نايمين اطفال في الميه جوه الخيمه. حرام. وحاجتهم كلها ميه والتانيين قاعدين بيقاتلوا بيحاربوا من ايوه. ما هو ده اللي في ايده القرار. لا مش في ايده القرار. هو النهارده في مشكله